خلال اليوم السابع، وما زالت اللجنة مستمرة عملها حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة الثانية مساء، آخر يوم لموعد تلقي أوراق الترشح. أما اليوم النهاردة لم يتقدم أحد، وما زالت 3 طلبات فقط تم تقديمهم للجنة تلقي أوراق الترشح. شكرا، ومستمرين مع حضراتكم أول بأول إن شاء الله.